السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نهضروا على نعيمه البدويه، وغنهضروا في الاول على مولات الماسك اللي دافعات على نعيمه البدويه وقلدات لينا كيفاش مشات للعرس وحضرات وهي ما كايناش معاهم. والموضوع الثاني غادي نهضروا على ديك ايمان ومرات باها اللي مشات اليوم ودارت واحد اللايف مع نعيمه البدويه حيت هي سمعتها مريضه ومشات تزورها. الموضوع الاول اللي غنبداو به ديال مولات الماسك، كما شفنا ديك الانسانه قلدات بانها بحال كانت حاضره في العرس ديال محبوبه، وهضرات على الناس اللي كيهاجموا نعيمه البدويه في هذا الموضوع هذا اللي خلى داك خدا اكثر من حقه بعد ما نعيمه البدويه حلات واحد اللايف وناضت هضرات على الناس اللي انتقدوا اللبس ديالها وانتقدوا الذهب اللي معلقه، وفي الاخير باش كملوا جملوها قالوا ليها جراو عليك الناس محبوبه من العرس. هادشي هي اللي ما تقبلاتوش وخرجات كدافع على نفسها وقالت واحد الكلمه اللي غلطات فيها، وحنا ضد هاد الكلمه اللي قالت بانها دعات، وحتى الناس اللي في الكومونتيرات راهم قالوا ليها ما تقوليش هذيك الكلمه دعات على الناس اللي غيديروا الديزلايك، دعات عليهم بواحد الكلمه واحد الدعوه خايبه. هادشي صابوا اصحاب قنوات اللي هي فايته داعماهم وفاتي ماشي لدارها، صابوا كيفاش تنقولوا منين يشدوها، نساو الموضوع ديال اللبس ونساو موضوع العرس، ولاو شادين في ديك الكلمه اللي قالت نعيمه البدويه واللي دعات على اللي دار لها الديزلايك. هادشي اللي خلاها تعرض واحد الهجوم قوي قوي بزاف، والقنوات كاملين نايضين غير هادرين بها وجالسين بها ونازلين بها، حيت هي دعات على المتابعين وقالت اللي ما كيحملنيش. هي غلطات ما كانش عليها تدعي على حتى شي واحد، وتخلي هما داك حريه الاختيار، واحد خارج اليوتيوب ما غاديش يتحارب غيسكت هاد الفم يخلي غير الفم اللي باغيه، غير الناس اللي خرجوا هاجموها ما احترموهاش وقالوا واحد الكلام اللي هو خايب في العناوين، فلانه الفيك وفيك، فلانه نويعره فيك وفيك، هادو تما نويعره فيك وفيك، كبير وصغير. واللي زاد الطين بله دوك الناس اللي مشاو لعندها ودعماتهم وكالت خلا داك كالو طعامها، وواحد اخر راه مشات حتى لعندو ومشات دعماتو وتطلب في الناس باش يديروا باش يدخلوا عندو، ولكن الصدمه هادوك الزوج بالذات مازالوا قنوات اخرين ما عمرهم مشاو عندها اللي كيضربوا فيها. هادوك الزوج بالذات خرجوا وقالوا كلام قاصح نعيمه البدويه، ونساو خلا داك الملحه والطعام حيت هي قالت ديك الكلمه ديال اللي دعات على المتابعين. وكيف ما شفناها هي راها ما عرفاش تصرف، كان عليها ما تخرجش وما تهضرش وما تجاوبش، حيت الناس ملي كتخرجي وكتجاوبيهم بهذا الشيء كتعطيهم واحد الفرصه باش يخرجوا ويسيبوا ما يقولوا، وكيبقاو يتعاطاو في اليوتيوب، وخصوصا خصوصا القنوات اللي ما عندهاش محتوى، عندها غير موضوع انتقاد، وكيتسناو وقالسين على داك صاحب القناه باش يجاوبهم باش يلقاو كما تنقولوا عظم فين يكدوا. وهذه الفرصه عطاتها لهم نعيمه البدويه باش جاوباتهم وقالت لهم هذيك الكلمه هذيك، وقالت لهم ما سوقكمش فيا واللبس اللي بغيت ومحبوبه تهلاو فيا ومازال رجع ومازال رجع، وهذوك الناس اخيار خلق الله وشكرات وشكرات، وقالت انا غادي نمشي عندهم بحال زادت قلات لهم السم. وهذا الشيء هما الصالح لهم باش يخرجوا ويبقاو يتعاطوا معاها في القنوات، حتى هي في اللايف ديالها الغلط الوحيد اللي دارت هو دعات، هذا متفقين مع الجميع، وحتى هي ما كانتش عليها تقول هذيك الكلمه في الناس، حيت الناس كما كان الحال اليوتيوب داير لايك وديزلايك، اللي عجبتك دير ليا لايك، ما عجبتكش دير ليا ديزلايك، وهذاك الشيء كيبقى كما تنقولوا حريه التعبير وحريه الشخص كل واحد وكيفاش يعبر على راسه. هذا الشيء هو اللي دوات عليه مولات الماسك، وكان كل شيء كيحييها وقالت بان نعيمه البدويه حتى هي الظلمات وحتى هي داز عليها الزمان وحتى هي تكرفسات وتقهرات، ومن اللي ربي عوضها وعطاها داك الرزيق باغا تعيش باغا تنشط باغا تفرح، وهاد الناس من اللي عرضوها مشات وكبرات بيهم وحتى هما كبروا بيها، ولا شفنا الدقيقيات عرضوا ليها والتمر والحليب
والفرحه اللي كانوا فرحانين بها. هادشي اللي قلق الناس وقالوا لي علاش مشيتي زعما يونس مطلق هو وسميره، كان عليك ما تمشيش وانتي من العائله ديال الطالقه ماشي من عائله الزوج. جاوبات وقالت هذوك الناس عرفتهم وعرفتهم غير الخير والاحسان، وبنت خويا حتى هي الله يعاونها ما بيني وما بينها غير الخير والاحسان، في الحقيقه ما جرحت حتى شي واحد. وقالت هما ما كتبش ليهم يكملوا مع بعضياتهم، انا ما عنديش حتى شي ذنب، ما عنديش اش غادي نتقاطع مع دوك الناس، وانا مصرفين فيا غير الخير، نبقى نمشي عندهم ويجيو عندي ما كاين حتى شي مشكل، وما نساش خيرهم حيت انا كنت واحد الانسانه اللي عايشه غير في الجبل وفقيره، وبسببهم وليت لاباس عليا. هادشي اللي صرحات به، ولكن الناس مع ذلك هاجمين 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 كاملين عليها. كما قلت لكم هذاك المنتقد باغي غير شي عظم فاش يكدد، وعطاتهم نعيمة البدوية هاد الفرصة، حيت صحاب القنوات ما كيجاوبوش، ملي ما كيجاوبوش هذوك هما الانتقاد ما عندهم ما يدار، كيبقاو ما سابو مع من يترادو كيسكتو ولا كيدوزو لبعضياتهم. بالنسبة لإيمان مرت باها حتى هي مشات، هذيك الإنسانة كيف ما شفناها راه هي كانت مع الأخت ديال نعيمة البدوية، كانت معاها هي الأولى، كانوا صحابات، كانوا كيحلوا اللايف، كانوا كي واكلات مجموعات، خلاتك ما كاين حتى مشكل. شوية تخاصمت مع الأخت ديال نعيمة البدوية، عقبات صاحبات مع سعاد جوهرة مغربية واحد الوقت، شوية دابا عقبات تاني دازت لهاديك معشوق الطبخ، ودابا رجعات مشات عند نعيمة البدوية. هاد الإنسان هادي يلا ظهرات بعد ما كانت عندها مشكل ديال إيمان اللي هي باش تعرفات، وحتى هي باغا تطلع قناتها، فين ما مشى الريح كتمشي معاه، فين ما شافت شي واحد داير البوز ولا كيهضروا عليه الناس كتمشي عنده. ومن اللي عرفات نعيمة البدوية مريضة وخرجت بداك اللايف حتى هي مشات عندها باش تزورها، وبطبيعة الحال حتى هي رحبات بها ودخلاتها لدارها وصورت معاها اللايف كيف ما شفنا. طبيعة الحال اي واحد صاحب قناة كيجري على مصلحته وباغي يطلع القناة ديالو، هذا الشيء اللي هضرنا عليه. وبالنسبة اعطات واحد الكلمة الفوزية معشوق الطبخ اللي كانوا صديقات وخانتها وخرجت وضربات فيها، قالت لها صافي انا راه مسامحاك وعارفك بالله تغريتي غروك، كما قالوا لها غنشريو لك دار غير خرجي ضربك نعيمة البدوية، ومن بعد قالوا لها غير كنضحكوا عليك ما كاين لا دار لا حتى شي حاجه. هادشي اللي خلاها نعيمة البدوية تقطع معاها العلاقه حيت خرجات وضربات فيها، ومن بعد راه شفنا القصه ديالها بغات تنتحر وماذا وماذا، ومشات عند نعيمة البدوية وكنجرات عليها. ولكن اليوم قالت لها انا مسامحاك، وحتى معشوقه الطبخ راه دائما كتوجه لها رساله وما سامح وباغا تبقى مصالحه معاها، ما بقاتش باغا تعيرها. هادشي هو اللي عندنا في الموضوع ديال اليوم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.